مرحبا بكم مشاهدينا زلف اللهوان في هذه التغطية المتواصلة على قناة المغاربية. شفتوا يعني تكلمنا البارح على الكارثة الطبيعية، هذه الفيضانات اللي ضربت ومست ليبيا الشقيقة، الآلاف من يعني اللي ماتوا، ربي يرحمهم ويوسع عليهم، الآلاف من المفقودين، وضع كارثي إنساني. فيعني القناة فتحت هذا المجال، ويعني كما شفتوا دانا التغطية على أساس يعني نسلط الضوء على واش راه صاري في ليبيا، ونتضامن أيضا ونعزي إخواننا الليبيين الأشقاء وليبيا كبلد وأيضا كشعب، نعزيهم في هذا يعني الكارثة الطبيعية اللي ماتوا، ربي يرحمهم ويوسع عليهم، والمفقودين إن شاء الله يعني يكونوا بسلامة، يعني ما يكونوش من يعني من الموتى، ونتمنى ذلك إن شاء الله، والمصابين ربي يشفيهم ويرفع البلاء هذا عن ليبيا. شفتوا يعني تكلمنا على زلزال المغرب يعني ليس ببعيد، وهذه الكارثة يعني خلات يعني واحد التضامن تجاوز الحدود، ولا ممكن نقول هذا الشيء. هل ممكن نتكلم عن الإيجابيات؟ نعم، لازم، صحيح أن فيه موتى، فيه ناس راهي تعاني، فيه مآسي إنسانية، شفنا الناس تبكي، شفنا الناس يعني راحت لها كل شيء، ولكن الشيء الإيجابي أن شفنا الشعوب مازال قلوبها حية، مازال راهي يعني أعطتنا دروس على أن السياسة لا تفرق الشعوب، السياسة يعني خليها مهما كانت فيه اختلافات، ولكن نحن تجمعنا هذه المنطقة، المنطقة المغاربية، فحبينا نركز على هذا الشيء مع الضيوف تاعنا، وخاصة نشوف أيضا أين وصل الوضع في ليبيا مع ضيفنا من ليبيا. نتكلم على هذا البلد اللي أيضا فيه مشاكل سياسية، صحيح، ولكن الشيء اللي سمعناه أيضا من القادة السياسيين حتى لو اختلفوا في الرأي، أنهم قالوا خلينا نروح يعني نتحد في هذه المحنة، نتحد في هذا المأساة، وخلي خلافاتنا السياسية من إلى جانب. وهذا يعني شيء مشجع، شيء إن شاء الله يبنوا عليه إخوتنا في ليبيا على أساس أن يتوحدوا ويبنوا دولة تاعهم كيف تمناها يعني الشعب الليبي وكل الشعوب المغاربية. خلينا نروح نشوفوا هذا الفيديو للأوضاع الكارثية، يعني الوضع الإنساني كارثي. خلينا نشوفوا الفيديو من بعد نبدأ النقاش مع الضيوف تاعنا. صور مؤثرة ومؤلمة لهذه الكارثة الإنسانية في الطبيعية والإنسانية في الشقيقة ليبيا. أرحب بالضيوف وبالضيف ضيفنا من ليبيا الشقيقة، المهدي الشريف، الأمين العام لتجمع الأشراف من أجل الاستقرار والسلام، دخل معنا عبر خدمة سكايب من طرابلس. المهدي الشريف أستاذ، مرحبا بك ونشكرك كثير على قبول الدعوة. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أشكركم يا سيد ناصر على إتاحتنا لهذه الفرصة ومشاركتكم في مصاب الجلل الذي أصاب أخوتكم في ليبيا، وتغطيتكم المستمرة لهذا الحدث المؤلم الشديد، ونحييكم ونقدم تعزية إلى أخوتنا في المغرب الشقيق
على مصاب مجلل كذلك، وأعزي كذلك أهلي في ليبيا كافة على ما حدث من دمار وفقدان لعديد الأسر من أهلنا في درنة والبيضة وشحات وبعض المناطق السوسية. بارك الله فيك أستاذ المهدي شريف. يعني حبيت أضيف أيضا تعازينا الخالصة للبلد الشقيق ليبيا وأيضا الشعب الشقيق الليبي في هذه المأساة يعني الإنسانية والكارثة اللي يعني لا توصف. يعني خلينا في الصورة أستاذ المهدي شريف، يعني أين وصلت الأوضاع الآن؟ يعني الناس راهي متقلقة، يعني فيه فتحنا خطوط وحتى الشعوب المغاربية حب تطمئن يعني على الوضع في ليبيا. هناك بعض التقارير تتكلم عن الآلاف من المفقودين خاصة يعني في محافظة درنة. خلينا في الصورة أستاذ المهدي شريف. والله في الحقيقة شو نقول لك، المصاب جلل والكارثة كبيرة جدا جدا، والمأساة يعني مهما تحدث عن الإعلام وتحدث عن الشخصيات الاجتماعية والسياسية والنشطاء، فمن خلال اتصالنا بأهلنا في درنة يعني شيء لا يوصف الحقيقة. بكل أمانة أنا أعرف درنا جيدا، درنا جميلة، درنا مدينة الثقافة، مدينة الزهور، الآن بصراحة أصبحت مدينة للدمار والأشباح، شيء لا أستطيع أن أوصفه مهما وصفت من كوارث ومآسي لم نشاهد نحن في ليبيا مثل هذه أو حتى في محيطنا المغاربي والعربي بصفة عامة. وأتمنى من الله العلي القدير أن ينزل لطفة على أهلنا في درنا وأهلنا في المغرب الشقيق إن شاء الله. يعني كان فيه تضامن كبير أستاذ مهدي شريف، تضامن دولي لهذه يعني لهذه المأساة، وأيضا تضامن شعبي خاصة يعني الشعوب المغاربية. يعني احنا تكلمنا وكانت فيه تغطية على زلزال في المغرب، والآن يعني نتكلم على هذه الكارثة الطبيعية في ليبيا. يعني كيف ممكن أن نفسر هذا التضامن الشعبي المغاربي الذي تجاوز كل الخلافات السياسية؟ سيدي الحقيقة هذا شيء يعني خفف من وطد هذا الألم الكبير، وهو التضامن أخوتنا في الوطن العربي وأخوتنا في العالم الإسلامي بصفة عامة والمجتمع الدولي بصفة عامة كذلك. وهذا شيء يعني ليس بجديد على أهلنا وأشقائنا في الوطن العربي، زي ما حكيت لك أن هذا خفف من هذه الوطأة وخفف من هذه الصدمة اللي حالياً نحن ما استبقيناش من الحدث اللي حصل لإخواتنا في المغرب. أتى بعد مباشرة خلال بضعة أيام الحدث اللي حصل في درنة، ونحن حقيقة بكل أمانة احنا مصدومين جدا جدا وحزينين جدا جدا على ما حدث، ولكن هذه مشيئة الله وهذه أقدار من عند الله سبحانه وتعالى. يعني الشيء الإيجابي ولا ممكن يعني أستاذ المهدي شريف، الوضع صعب انت راك وصفته، ولكن الشيء الإيجابي كان فيه نداءات من أطراف السياسية الليبية على أساس أن تضع الخلافات تاعها السياسية إلى جانب ويعني تتوحد في هذا الظرف الصعب الذي تعيشه ليبيا. هل ممكن أن نبني على هذا الشيء إيجابيا لمستقبل ليبيا سياسيا وأيضا كبلد يعني كان محتاج لهذا، لأن يعني يخرج من الكثير من المحن؟ والله أنا من خلال قناتكم الموقعة وناشد السياسيين الليبيين الساس الليبيين إنهم يعني لحظة السفر يجب تكون لحظة الانطلاقة لبناء دولة حقيقية
بجميع مكوناتها، ونحن يعني نشوف العالم كيف متضامن عمانا، ويجب أن يكون تضامننا كذلك في ليبيا من خلال توحيد مؤسساتنا والعمل على الوقوف بجدية في بناء هذه الدولة. وحابب نشير لنقطة مهمة جدا يا سيدي الفاضل. نعم. أن أنت تعرف المتغيرات المستقبلية للمناخ وما تكلموا عليه من الناس خبراء، والعالم بدأ يتغير كمناخ، أننا يجب أن نتضامن ونوحد ونجيب أن تقوم الدولة للمستقبل ونحاول نتفادوا مثل هذه الكوارث ونخرج بأقل الأضرار من الحدثين. أستاذ المهدي شريف، ما حبيتش نتعطل بزاف عليك، على بالي ونشكرك كثير على الوقت تاعك خاصة في هذه الظروف، ولكن ولا عندك أي حاجة حبيت تضيفها تفضل أستاذ المهدي شريف. هل لك نداء؟ هل يعني الكلمة لك أستاذ المهدي شريف. الله يبارك فيك. أولا نحب نشكر كل شقانا العرب ومحيطنا المغاربي، دولة تونس، دولة الجزائر الشقيقة، دولة المغرب الكبير، فنحن ونشكر كل شقانا كذلك في تركيا، في قطر، في كل على يعني هبتهم لنداء الاستغاثة لإخوتهم الليبيين. ونبي نرسل كذلك رسالة مهمة جدا لساس الليبيين، آن الأوان أن نستعدوا لمراحل كبيرة جدا، ويجب أن يكون فيه تضامن ويكون فيه تعازر مع بعض إن شاء الله. إن شاء الله. بارك الله فيك المهدي الشريف. نشكركم ونشكر إذاعتكم، وبارك الله فيك يا سيد ناصر، وبارك الله فيك إن شاء الله. بارك الله فيك أستاذ المهدي الشريف ونشكرك كثير. والمهدي الشريف الأمين العام لتجمع الأشرف من أجل الاستقرار والسلام الذي كان معنا من طرابلس، ومرة أخرى تعازينا لليبيا الشقيقة ولكل الشعب الليبي. شكرا أستاذ المهدي الشريف. خلينا نروح للضيف الآخر اللي راه معنا أيضا، رشيد حسني الأمين العام، الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب الإرسيدي، راه معنا عبر التليفون من الجزائر العاصمة. رشيد حسني مرحبا بك وشكرا على قبول الدعوة. مرحبا بك سي رشيد. مرحبا سي ناصر، مرحبا بكم، مرحبا بالناس والجمهور اللي يتفرج على القناة المغربية في هذه الأثناء، ونتقدم بالسلام وتحياتي للضيوف وضيف الكريم تاع ليبيا، وكمان جدد باسمي وباسم الحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية تعازينا للشعب الليبي والشعب المغربي وعائلات ضحايا الكوارث الطبيعية، هذا الزلزال في المغرب والأمطار والإعصار في ليبيا، وكما نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، كل جرحى، ونتمنى باش تعافى الشعوب هذه وتعود تبنى من جديد إن شاء الله. بارك الله فيك سي رشيد. بقى معنا سي رشيد، نرجع لك فقط. الإخوة قالوا لي باللي الدكتور كمال داودي أيضا راه معنا، طبيب جراح راه معنا عبر خدمة سكايب هو أيضا. سي كمال مرحبا بك ونشكرك كثير اللي راك معنا في هذه الحصة. مساء النور سي نصار، تحياتي لكل أعضاء تلفزيون المغربية، نشكركم على الخدمة اللي راكم تخدموها، باسكو فوزات لو سول ليان بين الشعوب المغربية وال على الأوضاع اللي راهي تجري في المغرب وفي ليبيا. وعلى كل حال نترحم على أخواننا في ليبيا، يعني باه نعطيك برك واحد الفكرة. في 1926 خلق حزب نجم في شمال افريقيا، ما خلقتش إمام كامار، ما خلقش مع جماعته،
ما خلقوش نجمة الجزائر ولا نجمة شمال إفريقيا. دونك سيتي كل بلدان مستعمرة بشمال إفريقيا. إن شاء الله هذا السلوغون هذا يبقى ونرجع ليه الدرك به المولى الاخر واش راه صار درك في المغرب ولا في ليبيا حسوا به اكثر بلاك ما يحسوا به الناس اللي جاوا من خارج المغرب للشمال افريقيا يعاونوا في المغرب ولا في ليبيا. احنا رانا متضامنين مع اخواننا في المغرب وكذلك في ليبيا اكثر درك باسكو كي نشوف واش صار في ليبيا اكثر ضروره اكثر من 10000 اللي ماتوا اكثر يا بوكو بلوس دو بليسي غرافي دو ديبارو ماش نقولوا ماش ما با نيجليجي واش صار في المغرب لكن درك واش نقولوا لازم 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 على السلطات المغربيه تتمد تفتح البيبان لكي كل ناس المغرب الشمالي افريقيا كل الاعانات يعني توصل باش الاعانات توصل. انا نشوفوا في الفيسبوك راني بعث لك دي فوتو دي زيماج تاع المغاربه في الكرون اطلس الكبير واش راهم يعانوا يرقدوا لا بيل ايطوال في الليل مغطين بالكوبرتات. هذا كل ما لازمش يصرى طريبي. هذا غير انساني تسمح لي هذا غير انساني. دونك نو دوفون انكور انسيستي اي فورسي لا مان au roi du Maroc et à l'État marocain, s'il faut parler au royaume marocain, d'ouvrir c'est pas de céder, d'accepter l'aide principalement de l'Algérie, parce que l'Algérie ce n'est pas un pays qui est loin d'eux ou là, في الحضارة ou là, في الدين ou là, socialement, sociologiquement, رانا اجتماعيين رانا كيف كيف. Donc ما نقدروش نمحيو كل شيء هكا بقرار سياسي لان السياسه تتغلب على التلاحم لونغومون سوسيال اونتر لي بوب. هذا اول. طيب نرجعوا للدكتور كمال دونك اون فا روفينيغ افيك بوكو بلوس دو ديتاي نرجعوا يعني لهذا الاخر وحتى انت تكلمت الدكتور على المبادره اللي كانت حبي اللي تكلمت عليها نعاودوا نرجعوا عليها. خلينا نروحوا لرشيد حسني يبقى معنا الدكتور كمال داودي. رشيد حسني يعني نرجع ليك يعني انتم في الحزب تكلمتوا كثير على البعد المغاربي ولا الشمال الإفريقي بلك ممكن توضح هذا الأمر سي رشيد ولكن التضامن اللي شفناه في هذا الكوارث الكثير شاف باللي هذا التضامن يعني كان يعكس باللي هذا الشعوب راهي شعوب يعني أخوية شعوب تربطها الكثير والسياسة يعني ممكن في هذا الأمر فرقت بعض يعني يعني فرقت بعض البلدان ولكن الشعوب ما زالها تتوحد وخاصة عندما تكون مثل هذه الكوارث. شفنا يعني في المغرب مثلا عندما كان هذا الزلزال افتحنا الخطوط يعني واحد يقول باللي كأنما ما فيش مشاكل سياسية كي تسمع الكلام تاع الناس. يعني سي رشيد يعني كيفاش ممكن نوصف هذا التضامن الشعبي اللي شفناه في هذه يعني الكوارث في المغرب ولا حتى في ليبيا؟ انا بوجهة نظري وجهة نظر الحزب تاعنا هذا شيء طبيعي لانه عندك تجانس ما بين تجانس ثقافي تجانس جغرافي تجانس حضاري وبعد حضاري هو نفس الشعب التونسي الليبي الجزائري والمغرب الموريتاني هي شعوب ثمزغة هي شعوب نوميديا القديمة هي تنتمي الى هي العرق نتاعها عرق واحد حضارة واحدة التاريخ واحد. دونك انا يظهر لي هو شيء طبيعي ان تكون هذه الشعوب متضامنه من بينها رغم انه الانظمه الشموليه اللي هي خلتها يعني خلاها الاستعمار هي انظمه شموليه والغايه نتاعها هي انه ما تتوحدش الشعوب هذه لانه اتحاد شعوب شمال افريقيا
إفريقيا يكون ضد بقاء هذه الأنظمة الشمولية التي عندها إيديولوجية ضد وتطفي كونترير على إيديولوجيات وعلى ثقافة شعوب شمال إفريقيا. دونك أنا بالنسبة لي التضامن هذا والهبة التضامنية ما بين الشعوب هذه حاجة طبيعية وحاجة عرفناها في التاريخ. لو نروحوا للتاريخ تاع لا ريفولوسيون الجزائريه، هي الثوره الجزائريه 54 62، الشعوب هذه كل كانت مع الثوره الجزائريه وساندت المجاهدين والثوره الجزائريه في المغرب، في تونس، في ليبيا. دونك التضامن ما بين الشعوب هذا حاجه قديمه وحاجه طبيعيه بالنسبه لنا. وكما ذكرت في الحزب تاعنا في الثقافه نتاعو في الفلسفه نتاعو كي تخلق الحزب تاعنا، هو التطلع تاعنا في المدى البعيد هو أن نوصل إلى اتحاد شعوب الشعوب شمال بلدان شمال إفريقيا واتحاد أنظمة شمال إفريقيا لكي نكونوا كتلة، تكون كتلة اقتصادية وكتلة سياسية وكتلة ثقافية موحدة باش نقدروا نجابهوا ونواجهوا وننافسوا الكتل هذو لي غروز انصوبل هذو كيما لوروب كيما لا سيديو كيما بزاف الكتل اللي راهي دوك في وقتنا الحالي هي كتل تفرض نفسها سياسيا، تفرض نفسها ثقافيا، وتفرض نفسها في الاقتصاديا وفي في كل المجالات يعني. دونك احنا المبتغى نتاعنا كحزب اولا هو ديمقراطة الجزائر الوصول ولكن راشد حسني اسمح لي، كاين يقول لك يعني الكلام اللي قلته كلام يعني بزاف، يعني الناس تفرح كي تسمع هذا الكلام سي راشد، ولكن ما فيش جسور، يعني يا با دو بون اونتر ليليت مغربين سي اون بو دير او ليليت مام يعني نور افريكان، ما كاش فيه هذا الوعي الثقافي وما كفيش تواصل حتى مع النخب. شفنا يعني ردة فعل الشعوب ولا حتى تضامن شعوب دي فوا ميم سا دي باس ليليت. يعني واش رايك في الناس اللي تنتقد؟ هي لا لا لا، المشكل اللي نعيشوه في الجزائر، اللي تعيشوه ليليت في الجزائر، والمشكل اللي تعيشوه ليليت في المغرب، والمشكل اللي تعيشوه ليليت في تونس وفي ليبيا، هو نفسه المشكل اللي تعيشوه ليزيليت نور افريكان هذو وبلدان شمال افريقيا. علاه؟ لأن الانظمه الشموليه هذه تخدم صباح والليل باش تكسر جوستومون، باش تكسر التواصل هذا، باش تكسر جوستومون الجسور هذه اللي رايحه تتكون لو كان يكون تبادل. كي تشوف بار اكزومبل النظام الجزائري والنظام المغربي اللي هم عندهم سنين وهما هما قاطعين العلاقات ما بين الجزائر والمغرب، هو هذا الشيء يخلي التواصل ما بين الجزائر هذا حاجه صعيبه، حاجه مستحيله باش تندار. هو الحل يكون في تجديد او في كما يقولون ميليتي بور انستوري دابور دي ديموكراسي دون شاك بيي. وكان نوصلوا وين نغيروا في الجزائر بار اكزومبل، نغيروا النظام تاعنا باش يولي نظام ديمقراطي، ويوصل الشعب المغربي باش يغير النظام تاعو باش يولي نظام ديمقراطي. وفي تونس كذلك وفي المغرب كذلك، ثم رايحين وقادرين وممكن تكون الجسور هذه ما بين ليزيليت هذو، ما بين ليزيليت هذو تاع السياسيه، باش نروحوا للافضل ونروحوا لتكوين الكتله هذه اللي كنت تكلمت عليها من قبل.
نعم رشيد حسني، على بالي يعني قلت لي ما ليس ما عندكش بزاف الوقت، ونشكرك كثير يعني، ولا حبيت تضيف تضيف اي حاجه يعني؟ دكتور كمال داودي، دكتور كمال داودي يفوزيكوت دونك راه يسمع فيك، هو في الحصه اللي فاتت تكلم على اساس لازم تكون فيه مبادرات، حتى لو يعني مثلا كان فيه غلق الحدود ولا حتى ما فيش تواصل. الان انت تكلمت على قطع العلاقات اللي موجوده، يعني هذا السياسة نخلوها، ولكن لازم تكون فيه مبادرات تاع لا سوسيتي سيفيل. هو هدر على المبادرات باللي لي ميدسان يلفو كي سو موبيليز، يروحوا يعاونوا كساسوا او ماروك كساسوا اون تونيزي. اسكو ممكن نديروا اشياء كيما هذه طري رابيدمون سي راشد؟ قادرين نديروا حنا قبل الغلق السياسي التام والجمود السياسي التام اللي جا 2020 وطلع. الحزب تاعنا كنا نتبادلوا مع الاحزاب التونسيه، مع الاحزاب المغربيه، كنا يعارضونا نعرضوهم نروحوا ليهم، كانوا حضروا المؤتمرات تاعنا، حضروا ديكولوك درناهم، رحنا حضرنا ديكولوك عندهم. هذا ثاني تواصل كاين خدمه، بلك الاعلام ما كانش يسلط الضوء عليها، لكن كنا ناشطين بالصح في الجمود، في ظل الجمود هذا تاع اللي نعيشوه من 2020 وطلع. الشغل صعيب شويه باش ما خلوناش ننشطوا، احنا حابين ننشطوا بصح ما خلوناش وما خلوهمش من جهه اخرى. سي فري لازم تكون مبادرات، وحنا قلت لك المبتغى تاعنا هو ان نوصلوا في الى ان تكون اون انتغراسيون نور افريكان، اون انتغراسيون مغربيه. هذا هو المبتغى تاعنا. خليني نسيت السؤال تاعك الاول اللي عاودتنا سي نصر. يعني السؤال تاعي هو على اساس يعني كيفاش انت تكلمت على هذه المبادرات اللي كانوا مقبل، ولكن الان في هذا الوضع اللي رانا نعيشوه يعني رشيد حسني، وقلت على الصعوبات باش يكون فيه تواصل، يعني كيفاش ممكن ان نكسر هذه الصعوبات؟ يعني كيفاش واحد هي كل 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 شاك كاي تنكا كيما المغرب بار اكزومبل، حاجه قلت لك صعيبه باسكو العلاقات متوتره بزاف والحدود مغلوقه، شفت حتى الاعانات اللي بعثتها الجزائر للمغرب رفضوها، وبصح ماشي سي با لا ميم شوز مع ليبيا. الجزائر بعثت اعانات، بعثت بعد بزاف حوايج لليبيا، وهذه ثاني هبه تضامنيه من الجزائر لليبيا. والحاجه اللي حبيت نقولها يا حبذا، لو كان تكون الظواهر الطبيعيه هذو اللي جات والمأساة هذه اللي جات يعني إذا بوسي لي زوتوريتي في البلدان هذو باش يفكروا شويه، وباش تكون يروحوا ويتعقلوا ويروحوا للاتحاد المغربي هذا، ويفتحوا بلدانهم للشعوب الافريقيه باش الشمال افريقيا باش تتواصل ما بينتها. وبالمناسبه نتمنوا ثاني في ليبيا الاشقاء والفرقاء في ليبيا ان يتعقلوا ويتحدوا ويروحوا لحل سياسي للازمه الليبيه باش بناء الدوله كما يقولوا، يروحوا لبناء دولة الليبية الجديدة في صالح الشعب الليبي. بارك الله فيك رشيد حسني، نشكرك فيك كثير. بركة. شكرا رشيد حسني الأمين الوطني المكلف بالإعلام في حزب الارسيدي اللي كان معنا من الجزائر. نعود نولو الدكتور كمال داودي. كمال داودي، يعني سمعت واش قال رشيد حسني، ولكن حبيت نولي معاك. يعني انت اقترحت في الحصة اللي فاتت على أساس أن يعني حتى الأطباء دي ميدسان يفوزون كونتاكتي تكلموا معاك وقالوا لك باللي احنا اوني بري اسو ديبلاسي اوني بري ابورتي دو لاد، رانا جدي
المسلمين، رانا حبينا يعني نتضامنوا مع اخواننا في المغرب. انا ذاك نتكلمنا على الزلزال، ولكن الان جت هذه المصيبه تاع والكارثه الانسانيه الطبيعيه تاع ليبيا. يعني هل ممكن سي كمال يعني مثل هذه المبادرات، يعني واحد البروفوك سي اون بو دير هاد لي زينيشياتيف؟ تفضل دكتور. Opportun pour que les peuples de nord-africains reprennent le mahabba li bainatoum, parce que rahom akhwa naturellement tabi'iyan rahom akhwa, ma kach din, kain lugha, kain el hadara, kain, il y a beaucoup de paramètres qui sont les nôtres, ma ngoulch ki nou li, qui sont les nôtres. C'est pour cela que ani ngoulk ana yani drk el qarar siyasi lazem yujammad durant cette période où on rana fi azma tabi'iyya w win choub koul ta chamal ifriqiya w khassatan en general tout le monde est quand même est touché par ces deux catastrophes. Donc pour faire passer l'acte humanitaire en premier lieu, que ce soit le médecin, que ce soit le psychologue, que ce soit le sapeur-pompier, que ce soit les ingénieurs en génie civil ou les plongeurs pour essayer de déterrer les rahom dahom l'hamla fi Libya, rabbi yarhamhom, ou la hadou li bqaw taht les décombres fi le Maghreb. Rani nqoulk rai n'aoud nerja' lel Maghreb, lazem mas'oulin المغاربه يشوفوا بلي وضعيه تاع لي بربر تاع الاطلس، سكان تاع الاطلس مش كيف اللي يسكن في رباط ولا اللي يسكن في مراكش في، ولكن هي اللي يسكن في الجبل يا با داكسي. مازالهم اسمح لي نقول كلام بلاك في عصر العيب نقول هكذا في عصر حجاري، اسمح لي، مازال ما كاش طرق، ما كاش الماء، ما كاش صرف صحي، ما كاش تريسيتي. دونك تو سا سي امبورطون. انا نقدر نعطيك نظره سياسيه نخمم اوترومون، نقول بالك المسؤولين المغاربه ما حبوش كل الناس تلحق تما يشوفوا وضعيه سكان الجبال تاع الاطلس يكون ماساويه، وضعيه حياتيه حياه ماساويه. انا نقدر نخمم هكذا، لكن ما رانيش سلبي، نقول انا نعاود جوري تيرمون لابيل بور كو لي زوتوريتي ماروكان اكسبت لاد دو برومي فوازان كي الجيريان. كوم لا ليبيا شفنا واش صرا الجزائر، يعني على كوميم ديليجونتي كات 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 او ريسبونسابل تروا مينيستر اي لا بريزيدونت دو كروسون روج الجيريان سي با ريان افيك وي غرونز غرو كارغو تاع لارمي الجيريان بلان. وهكذا بالك هذه سي لا بروميير بارتي. مازال انت ناديت يعني دكتور كمال داودي، حتى يعني انت قلت باللي لازم ايضا السلطات الجزائريه تفتح الحدود على باش تكون فيه يعني قوافل، باش تكون فيه يعني دي زاد لي ميدسان حبوا يمشي وحبوا يعني لاكسيسيبيليتي تكون بلو رابيد بوتيتر. انت يعني ناشدت السلطات الجزائرية حتى يعني باش تكون تشوف هذا الأمر أيضا. لكن السلطات الجزائرية كي تفتح الحدود ومن الجهة الأخرى الحدود تبقى مغلقة، باسكو كي تشوف من تونس دي كارافان ولا من أوروبا تلحق لتونس يورا دي كارافان سوليداريتي من الجزائر فارفا تيريس، تقدر تسلك حوايج بزاف. لكن كي تشوف مثلا احنا الجزائر، انا متفائل باللي لو كان يعني كان فتح يعني كان ان يكون من المغرب الجزائر تفتح لو سون تريزيما على الجزائري انساني 100%. راهش ميم رانا في نظام شويه ما ندخلوش في التفاصيل، لكن الالجيريان يبقى انساني سيتادير لو كان فتحوا الحدود ما نقولكش عشرات الالاف من الجزائريين يروحوا هذا يدي اللي ما عندوش يدي لهم مقده، اللي ما عندوش لا خبزه ولا كيلو سكر. هذه تو سا سي سا يعني نقول لك نعاود نرجع نقول لك الفو فير ان ستاند باي سور لاكت بوليتيك اي ميتر اون اكزيرك اون افون
لاكت هيومانيتير طريبي خلي سي كمال دكتور اون فا بروندر كالكو زابلون سي سي بوسيبل نفتحوا الخطوط الاخوه والاخوات اللي راهم يتبعوا في الحصه كمال داودي ولا ممكن يبقى معانا باش ممكن يعلق ايضا على هذه الاتصالات وحبينا خاصه ولا راكو تشاهدونا من يعني من ليبيا حبينا يعني ولا ممكن تتواصلوا معنا وتحطونا في الصوره مرحبا بكم ولكن مرحبا بكل الاتصالات اينما كانت خلينا نبدا باحمد من فرنسا سي احمد مرحبا بك السلام عليكم خويا ناصر وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك خليني نترحم على خوتنا المغاربه ربي يرحمهم ان شاء الله ان لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم يا ربي والمصابين الله يشفيهم امين يا رب خويا ناصر انا الشيء اللي راكم تقوموا فيه والله ربي يجازيكم الله يحفظكم بارك الله فيك شيء صغير جدا يا اخي ناصر وانا نحب نتكلم معك باسكو تفهمني عندما كانت الفيضانات في الجزائر هذا يعني حتى التوعية تاع الشعب القناة كانت صباحا ومساء تتكلم على النظام اللي ما دار اللي كان عاجز ما دارش حاجة كبيرة اليوم عندي اخوتي هنا في فرنسا مغاربة قال لكم تكلمونا على النظام المخزني اللي ما راه داير والو بعد 48 ساعة عاد جا الملك ومن بعد خلى هذوك الناس يجبدوا بيديهم لا. احنا باش نصحوا هذه الانظمه خصنا نصحوا الانظمه تاع المغرب العربي في الجزائر وفي المخزن تكلموا لنا على المخزن ما راه داير والو يا اخي يا سي احمد يا احمد على كل حال صوتك هو صوت ابو ياسي وحنا تمنينا باش تدخل باسمك احمد خويا معليش حنا دوك هنا نتكلموا كل واحد عنده نظره النظره تاعو على الانظمه ما ريناش هنا باش نحسبوا يعني الانظمه رانا نتكلموا على هذا التضامن الشعبي وتمنينا يعني باش تكون المداخلات مداخلات ايجابيه مداخلات اللي تقرب يعني تقرب بين الشعوب وتبعدنا على هذا الخلافات السياسية ونتمنى احنا يعني هذه المنابر وهذه الحصص كلها في إطار أن يكون فيه تقارب هذا نتمناه الأنظمة هذه راهي تسمع وتتهلا في شعوب تاعها ويكون فيه تفتح ويكون فيه هذا يعني التضامن اللي شفناه يرجع حقيقة وهذا هو الشيء اللي رانا نديروا به يعني أبو ياسين ما نقولش حمد من فرنسا نحو الحاج من الرباط الحاج مرحبا بك الحاج السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا بك الحاج تعزينا الحرة لجميع المغاربة وتشجيع الإذاعة المغربية وشكرا لكم وتعازينا الكل ليبي وكل مصاب عندي جوج كلمات غادي نقول نعم هاد الطجة واحد المثال الجزائري كيقول اش من مرقة حرقت شوارب من ليل المغرب قال حنا مس الحاج على ما اظن قطع الاتصال سمحنا الحاج انقطع الاتصال مع عندك عاود تواصل معنا بارك الله فيك نشكرك نروحوا لعبد الرحمن من عين مليله سي عبد الرحمن مرحبا بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام مرحبا بك خويا عبد الرحمن. أونكور إين فوا مسجد بور تو الموند. بون جو تيان بون كومون ديغ مودكاي دوفون لي فيكتيم تاع خوتنا تاع المغرب وليبيا. ربي يرحمهم إن شاء الله. سيت أوكازيون هذا جي دو مو برانسيبالمون أو سيستام ماروكا. راك تسمع فيا نظر؟ أني نسمع فيك خويا عبد الرحمن نعم. كل السيستام ماروكان جو كوندام فيرمومون. Parce que il a refusé bon, le chef de l'Algérie, il dit que le commandeur de l'aide est humanitaire. Alors, ma chère Kalem, normalement, quand je vais faire la caméra, vous avez le choix. Ça. Même si je suis très content, pas content de notre système, hein, à la fin. Même si je suis pas que content, mais le système marocain a montré ses limites et ses différences. Parce que je savais qu'il y a des gens qui ont été créés. Et à l'occasion, je tiens, comment dirais-je, à tirer chapeau pour nos dirigeants,
ils ont su, comment dire, ce qui est faisable. Malheureusement, on est contré par, par l'autre. Et s'ils êtes là, seront déjà, ils ont déjà évacués vers l'idée, comment dirigés vers l'idée. Donc, les médias, on va dire, on va واش نقول لك اخويا نصر ان نطرح مع المتكامل خاصه بركه وقوتنا اللي ان شاء الله يستر بيان كوموندي راه زيد دفنهم لو بلو فيت بوسيبل تاع ليبيا هذوك تاع الماروك هذوك اللي مازالوا تحت دي كومبر في البحر و اونكور اون فوا جو ميرمسي فوا فور تون ايميسيون كي تي تري تري بينيفيس علي ميرسي تشاو بارك الله فيك يا عبد الرحمن الله يبارك فيك نروحوا لعبد الله من الرباط سي عبد الله مرحبا بك عبد الله من الرباط او معنا عبد الله راك تسمع فيا انقطع الاتصال عبد الله من الرباط نروحوا لكندا عمار مرحبا بك خويا عمار السلام عليكم خويا ناصر وعليكم السلام ورحمه الله مرحبا بك سي عمار حماليديك الله يهدينا والديك انا نقول الله يرحم الجميع اللي مصاب واللي مات في المحنه تاع ليبيا وتاع المغرب في زوج يا با دو ديفيرونس زوج خاوتنا انا سكي لازم لي بوبولاسيون يدخلوا في الجو تاع البوليتيك فهمتني Les amis, ils doivent dépasser parce que le politique, que ce soit en Algérie, soit au Maroc, soit partout, même en Libye, ils ne sont pas à la hauteur de leur peuple. Absolument. Et ça dénote et ça démontre l'incompétence de l'homme. Ils n'ont rien foutu. Que ce soit en Algérie, que ce soit au Maroc, que ce soit en Libye, que ce soit en Tunisie. Mais qu'il y ait une loi. Les choses, les amis, ils harrent, les amis, ils aiment. Ils mettent la politique de côté, ils doivent dépasser, surpasser les différences dans les politiques. Parce que c'est des hypocrites, les politiques arabes. Salam alaikum. Wa alaikum salam, Ahmad Latik. Saha khouya Ammar. خلينا نرجعوا للدكتور كمال داودي. دكتور يعني سمعت هذا يعني quelques commentaires. Mais on va mettre l'accent sur l'appel de Ammar du Canada. واش رايك يعني دكتور كمال داودي كومون لي بوبل بوف ديباسي دونك سي دي ريجيم بوتيتر كي بلوك سيت سيت انرجي بوزيتيف سيت سو سوي يعني دو 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 فير دو سيت ريجيون اون ريجيون كي كي بو جوي ان رول بوزيتيف يعني دون هاد لي شانجمون سورتو لي شانجمون كو كوني دونك لو موند سوسيولوجيكمون اجتماعيا خويا نصر سي نصر الشمال افريقيا يلا بين سوسيولوجي يا بين ديموكراسي اون لا فوا دون لي فيلاج عندنا ولا نروح كاين طامن كاين رئيس دشره دونك سوسي اكزيست دون نو جين هذا موجود عندنا وراثيا اجتماعيا خلق الشمال افريقيا بالك الشعوب كانت منظمة والاستعمار الاستعمار الى الى ايتي دان غران رابور بور ديستابيليزي اي ديكولتوري لا سوسيتي نور افريكان كي تشوف درك لحقنا وين بزاف حوايج درك واش نقول لك انا جو سوي بور كو هاد اون فان كونت اون فادير الاسباب هذه ا ديمونتري كومون دي عباك تجيك مصيبه ولازم تعطي لها يفو لا بوزيتيف ترجع ايجابيه دونك بانت بلي بين كمال داودي انقطع الاتصال مع الدكتور كمال داودي خلينا ناخذ بعض يعني متصلين ولا ثلاثه كمال داودي تفضل وقيل راه معانا Donc, juste finissez l'idée Kamal Daoudi parce qu'on doit prendre juste deux appelants et le وقت راه يدهمنا تفضل j'ai dit que les catastrophes هذو لازم نرجعهم ايجابيات الكوارث هذه parce que شفنا بلي الشعوب بيناتها راهي متفاهمه ومتضامنه ويبقى غير لو ديكليك تاع القرار السياسي ما نقدروش نقولوا نمحيوا كل شيء لكن نبني نعاود نديرو ميترون ستاند باي حتى تفوت هذا باسكو لازم نعاودوا نبنوا المغرب نعاودوا نبنوا ليبيا لليوم ديجا الشلف وبومرداس مازال ما خلصت البناء تاعها
بعد الكارثه تاع 2003 ولا تاع 1980. شكرا شكرا. بارك الله فيك دكتور كمال داودي، يعطيك الصحة دكتور كمال اللي كان معنا من الجزائر. خلينا ناخذ كمال من باتنا. سي كمال مرحبا بك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك خويا كمال. خويا سليم راح نسق فيك. الجزائر كي دارت المساعدات للمغرب ولا ما دارتش؟ نعم اهي. احنا والله غير فرحنا كي دارت الجزائر ثلاث طائرات باش تخدم لاخواننا المغاربه. احنا بغينا نفهموا على واه رفضوا المساعدات تاع الجزائر. احنا مش نحكيو على الشعب، احنا راه نحكيو على السلطات المغربيه. على كل حال معليش كمال، يعني باش نكونوا حتى الرفض ممكن احنا كنا حابين يعني يكون فيه تواصل ما يكونش فيه رفض، ولكن الرفض ما كانش فقط على الجزائر، كان يعني حتى الولايات المتحده كانت فيه يعني مش كثير من البلدان مش رفض، وقال لك عندنا الامكانيات كيفاش نمشوا الامور. معليش خلينا انت احنا رانا خوتهم يتكفلوا منا المساعدات، احنا رانا جيران مش كيما الولايات المتحده الامريكيه راهي بعيدة عليهم، احنا رانا جيران ولازم يتقبلوا علينا، هذا نهار علينا نهار عليهم. هذه عباك الشعب المغربي مسكين راهو يعاني، وتعزيزه هذوك راهم يعاني ومساكن ما لقاوش واش راح يديروا، راهم يباتوا في العراء ما عندهم لا خيم ولا ذاك. احنا نقولوا الناس يتوصلهم بالمساعدات، بس احنا ماذا بينا نكونوا احنا ساهمنا في الحكايه هذه. انت راك تشوف باللي يعني ممكن هذا التضامن اللي شفناه من يعني من كلا الطرفين، ماشي فقط يعني حتى لو كان صاروا في مشاكل صاروا كوارث في الجزائر، كان فيه تضامن كبير حتى من المغرب، وكان اللي يقول لك باللي حتى الجزائر رفضت انذاك الاعانات، فاحنا كنا تمنينا باللي هذا الكوارث تعاود تجمع بيناتنا. هذا هو الشيء اللي حبيت تقوله خويا كمال. احنا والله غير فرحنا كي قلت لك كي شفنا الجزائر دارت بيان وراح تبعث المساعدات للمغرب، وفرحنا كي المغرب قبلت هذه المساعدات، وقلنا باللي صاين ان شاء الله بهذا الاعانات وهذه المشكله هذا تنحى بين الصراع هذا يتنحى بين الدولتين ان شاء الله. ان شاء الله اخويا كمال، وان شاء الله نتمنوا الخير وما كاش حاجه مستحيله. الله يبارك فيك كمال. نروحوا لنور الدين من المغرب. نور الدين، سي نور الدين مرحبا بك. السلام عليكم خويا ناصر. وعليكم السلام، مرحبا بك سي نور الدين. شوف اخويا، شوف تنحبوك في الله خويا ناصر، يا وش الخير. الله يعزك. اخويا تنحبوك في الله وجماد. شوف هذا انا بغيت نعرفها واحد المساله، كاين بعض الناس اما صاحبي ما تعرفوش وتاع عنك الانظمه ما تهدرش. انا دابا ما نهدرش مع ملي تندخل انايا، ما عمرني هدرت على تبون. لان الجزائريين غيعرفوا كيفاش يحلوا المشكل ديالو. صح. احنا كذلك احنا يا راه عارفين واش نديروا، راه حنا ضناطلوا من شحال هذا. خليهم هما، كل نظام يقد عليه المواطنين ديالو، يا ويلهم منا. خليهم ارانينا احنا كشعوب نتعاونوا بعضياتنا، عطاه الله الطرق. الاخوان ديالنا اللي في فرنسا والجزائريين والمغاربه تما يديروا التعبئه ويتعاونوا ويديروا صناديق ويصيفطوا لينا، عطا الله الخيرات. اما هذاك الاخ اللي كيدخل ذاك ابو احمد ابو ياسين وتا ديما وقت ما يدخل اصاحبي خليه عليك، احنا راه عارفين المخزن ولكن ما تبقاش تحك على الدبره. وتا صاحبي هضر عليا انا اخوك، خلي ذاك السي واخا الله تهضر. شكرا خويا نور الدين، نتمنى ان شاء الله يعني كما عبرت شعوب على المستوى تاعها السياسي والثقافي وايضا التضامن هذا اللي شفناه في الكوارث، ان شاء الله يعني يكون هذا التقارب كيف يعني حتى الضيوف تاعي كالدكتور كمال داودي، رشيد حسني ايضا من الامين الوطني المكلف بالاعلام في الحزب تاع الار سي دي، يعني شفنا باللي كاين فيه يعني نية على أساس أن الأمور تعاود ترجع، ما تكونش فيه مشاكل، ما تكونش ممكن الأمور تأخذ شوية وقت، ولكن مهما يعني كانت هذه الكوارث يعني مؤسفة وحزينة، يعني شفنا أمور حزينة جدا، ولكن فيه أمور إيجابية أيضا ممكن نبنوا عليها، هذا هو الصح. عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يعطيكم الصحة، وصلنا إلى نهاية هذا البرنامج ولا هذا الحصة في التغطية ما زال متواصلة على قناة المغاربية. ابقوا معنا، نشكر كل الضيوف اللي كانوا معايا في هذه الحصة وأيضا اللي تواصلوا معنا، ونلقاكم في حصص أخرى إن شاء الله. ابقوا على خير.